بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعاليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها وزواره في الدارين، آمين. الحديث 74، حديث الأمر بالصدقة على كل مسلم، أي أن كل مسلم عليه أن يتصدق، مش الصدقة على المسلم، لا، ده المسلم عليه أن يتصدق، كل مسلم ولو فقير عليه أن يتصدق. هنشوف إزاي حتى الفقير له أن يتصدق، هنفهم هذا الباب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الأمر بالصدقة على كل مسلم ومن كل مسلم، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي بردة عن أبي بردة، ده ابن سيدنا أبي موسى الأشعري، فأبي هنا يبقى سيدنا أبو موسى الأشعري، يبقى أبي بردة عن أبي بردة بن موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، كلمة على كل مسلم صدقة يعني إيه؟ وجب على كل مسلم صدقة، أو استحب على كل مسلم صدقة، يعني هل هنا على دي للأمر للوجوب ولا للندب؟ هنبحث. لكن على يعني أي شيء مطلوب شرعا، درجة الطلب إيه؟ هل للوجوب أم الندب؟ نشوف بقى. لكن أول ما تسمع على كل مسلم يعني إيه؟ يعني مشروع، شرع أن يفعل ذلك. طب والشيء المطلوب فعله في الشرع إما واجب أو مستحب، مش كده برضو؟ فحنشوف بقى هو ده على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب. على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ فقال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. هي ذا الحاجة، مش كده؟ عندنا حاطط فتحة على الت فصلحها. ما انا بقول لك النسخة عندي عايزة تتصل. هي ذا الحاجة مضاف إليه، يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. يبقى فتح لنا أبواب كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم للخير. يقول هنا سيدنا أبي جمرة تعليقا على هذا الحديث: ظاهر الحديث يدل على الأمر بالصدقة والتسبب فيما به يتصدق، والكلام عليه من وجوه. منها: هل هذا الأمر على الوجوب أو على الندب؟ عايزين برضو نبحث هل هو ده أمر واجب ولا مندوب. وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة؟ فالجواب: أما الأمر فهو على الندب، لا بالصيغة بل بالاستقراء من خارج. يعني الصيغة لوحدها كده تدل على الوجوب، لكن في قرينة صرفتها عن الوجوب بأدلة أخرى من خارج هذا الحديث، أحاديث أخرى. يعني أدي معنى إيه؟ فهو على الندب لا بالصيغة بل بالاستقراء من خارج منها. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث غير هذا: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لأول قرين، يعني لا صدقة واجبة إلا عن ظهر غنى.
وقول عليه السلام آخر الحديث فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة، وهذا من الواجب مع وجود الصدقة وعدم وجودها. يعني الأمر بالمعروف والمسك عن الشر ده شيء مطلوب سواء في صدقة أو ما فيش، مش كده؟ برضو ده شيء مطلوب، لأنه لا يجوز له أن يعمل الشر ويترك المعروف. لكن المراد في هذا الموضع ما زاد على الواجب وما زاد عن الواجب يبقى فهو له صدقة. فهمت كلام الشيخ؟ وفي دليل تاني، إن في حديث تاني إن يجزئه عن ذلك كل ركعتي الضحى على كل سلامة لكل مسلم إذا أصبح صدقة، تسبيحة صدقة، تحميدة صدقة، تهليلة صدقة، قول بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، أن تعين أخاك صدقة، مش كده برضو؟ وكل ذلك يجزئك عنه ركعتي الضحى. ركعتي الضحى سنة، يبقى الصدقة دي سنة. فهمت بقى؟ علشان تفهم بس الايه القرائن يعني. وقد قال عليه السلام والكلمة الطيبة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة، ولقاء المؤمن لأخيه ببشاشة الوجه صدقة. أو كما قال عليه السلام، ويؤخذ من هذا من الفقه أن الدين كله مطلوب، فرضه وندبه، والتشديد فيهما جميعا. وفي دليل في فضيلة الصدقة، يعني أنت ما تستهترش بالمندوب، تقول ما هو ده مستحب، خليها بس تعمل الواجب وخلاص. ما هو خد بالك، أنت لو عملت الواجب وتركت المندوب، لو في خلل في الواجب مش هيجبر. ده المندوب ده ربنا بيجبر بخلل الواجب، ولا يخلو الإنسان في عمله من خلل، محدش يدعي ان في عمله كامل، وبالتالي عليه ان يكون عنده رصيد من المندوب ليجبر خلل الواجب فيدرى عن نفسه العذاب والمؤاخذة. لان في ناس بسيطة التفكير يقولك لا لا، انا عايز اعرف الفرض من السنة عشان الفرض اعمله، طب والسنة ربنا يحلها بقى، يوم يستهتر. غلط كده، محدش يستهتر. لا تحقرن من المعروف شيئا، فهمت؟ ما تعرفش رضا الله فين. كما انك برضو لا تحقرن من ايه، من المعاصي شيء، انت ما تعرفش، يمكن معصية انت تفتكرها هينة وهي عند الله عظيمة. وفيه دليل لأهل الصوفة اللي هم أهل التصوف الذين بنوا طريقهم على البذل والإيثار، حتى يروى عن جماعة منهم أنهم كانوا لا يحتملون أن يبيت معهم شيء من الصدقة المعلومة في بيوته. قول عليه السلام على كل مسلم صدقة، يعني بمقتضى ما في الإيمان من الرحمة والإسلام، ودل أن الكافر لا يقبل منه الصدقة لكونه خصصها بالمسلم. وفيه دليل لمن يقول أن الكافر ليس مخاطبا بفروع الشريعة، يؤخذ ذلك من كوني لم يعلق الصدقة إلا بالمسلم. ما هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولا غير مخاطب بفروع الشريعة؟ مسألة في الأصول يقعد يبحث فيها علماء الأصول. هناك من قال أنه لا غير مخاطب، والراجح أنه مخاطب لا على سبيل الأداء في الدنيا بل على سبيل العقوبة في الآخرة. ده الراجح. ليه؟ لأن ربنا بيقول في القرآن ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، وكل دي فروع شريعة، مش كده برضو؟ بيتعاقبوا عشانها. يبقى ايه؟ الكافر مخاطب بفروع الشريعة على سبيل المؤاخذة في الآخرة، أما في الدنيا فهو مخاطب بالإسلام، فإن أسلم يفعل فروع الشريعة، لأن لو فعل فروع الشريعة بغير إسلام غير مقبولة منه، لأنه غير أهل للنية. فهم؟ فخلاصة الموقف في المسألة كده، إن الكافر إذا قلنا أنه مخاطب بفروع الشريعة نقول على سبيل المجازاة في الآخرة، لا على سبيل أدائها وهو كافر في الدنيا، لأن لو أداها لا تصح منه، بل يجب عليه أن يدخل في الإسلام أولا ثم يفعل فروع الشريعة بعد ذلك. والله الوقت العالم كله في زمن العولمة بقى مدينة واحدة، فكل العالم سمعين
ولا يخلو بيت إلا وسمع إن في نبي اسمه محمد وفي قرآن وفي مسلمين وفي وفي وفي، وعلى كل واحد يبحث وربنا سبحانه وتعالى يكرم. القرآن نفسه مترجم باللغات العالم كله حاليا، دي مش كلها قايمين اهو بالدعوة، وكل والمراكز كتيرة في أماكن كثيرة، وبعدين ناس كتير بيقعدوا يسافروا ويقعدوا، والمسلمين محتكين بجميع طوائف الأرض، في لا تجد بقعة في العالم إلا بتلاقي فيها طائفة من المسلمين موجودين وبيحتك بيهم الناس. فالدعوة واصلة، لكن المهم أنك أنت تبقى صورة طيبة للإسلام مش منفرة. لازم على المسلم أن يكون صورة يعني إيه، يؤلف القلوب، صورة جيدة لنبي الإسلام مش صورة سيئة. يعني لما تبقى أنت بقى صورة سيئة دي مشكلة. يعني المسلمون من حيث التأليف والكتابة ما قصروش، مليانة مطبوعات، لكن المسلم من حيث السلوك واقعين في تقصير أيام تقصير من حيث السلوك بقى. لا شك ان بيدخل في الاسلام ناس كثيرين، لا شك. هو الناس ماشيه بالتوازي، يعني مسيحيين او كفار او ما هو ربنا، دي اراده الله. ما هقول لك حاجه، يعني انت عايز الدعوه اروح يعني نعمل ايه؟ بنكلمهم في الفضائيات، بنكلمهم في المطبوعات، اي واحد بيجي للازهر الشريف عنده شبهه الازهر بيرد عليه، اي حد بيتصل بدار الافتاء ترد عليه، اي واحد يعرف مسلم بيساله بيجاوبه. هنعمل لهم ايه اكتر من كده؟ ما هو اصلا ما فيش دعوه دلوقتي الا بهذه الطرق المسموعه والمقروءه والمكتوبه، وهذا كله قايم. يبقى السلوك وده الاهم، السلوك هو ده المهم. لو انت سلوكك حلو تحبب الناس، ساعتها اقل كلمه تفعلها الناس تدخل في الاسلام. لكن خد بالك ان ربنا لا يريد ان يبقى اهل الارض جميع المسلمين، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالإسلام وأراد أن يكون منا مؤمن ومنا كافر، وهناك فرق بين الأمر والإرادة، وهنيجي نبحث هذا في شرح الخريدة البهية بعد العصر. ففي فرق، لأن ربنا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، خلق للنار أهلها وخلق للجنة أهلها، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أنت مطلوب فقط أنك أنت تبلغ الناس لشرع الله ولا تكره أحد، أهل الجنة هيقبلوا الدعوة، وأهل النار والله لو رمت لهم عصا سيدنا موسى وبقت حية مش هيقبل. فهمتني بقى المسألة؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخلق للنار أهلها ويخلق للجنة أهلها. إيه؟ مفيش إجبار. لو في إجبار ربنا ما يحبش الكفر، يبقى الكل مؤمن. ربنا بيحب الكفر؟ طيب كون في كافر يبقى في اختيار، وجود الكافر دليل الاختيار. ربنا بيحب المعاصي، إن الله يبغض الفحشاء ويبغض المعاصي، في فحشاء ومعاصي يبقى دليل في اختيار. وجود العاصي والكافر دليل وجود الاختيار، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ لسه قرينا النهارده في سورة في سورة الأنعام. ما هو المشكلة إن الناس من كثرة ما بيسمعوا القرآن يسمعوا وهو سرحان، ويفضل سرحان فيه لحد ما يموت وما يدركش الردود على الشبهات وهي موجودة جوه القرآن. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أو جبره. شوف ربنا قال إيه، بيقول إيه؟ كذلك فعل الذين، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن إنهم إلا يخرصون. قل فلله الحجة البالغة. إيه هي الحجة البالغة؟ فلو شاء أجبركم وهداكم أجمعين. أدي الحجة البالغة. الحجة البالغة وجود الكافر نفسه، الحجة البالغة وجود إبليس نفسه، الحجة البالغة وجود الشر والله لا والله يكره الشر. هي دي الحجة البالغة اللي تقضي على قضية الإجبار اللي بيقول عليها بعض الفلاسفة ولم يتحجج بها إلا الكفار. وهذا سؤال لا يخرج إلا من فم الكفار فقط، أما المؤمن حاسس أنه عنده اختيار
وانه بيسمع حي على الصلاة وحي على الفلاح، عنده القدرة انه يروح للجامع وعنده القدرة انه يروح للخمار. يبقى عندك اختيار اهو، مش كده برضو؟ وبالتالي ايه هي الحجة البالغة؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين، اي لو شاء اجبركم على الهداية فكنتم جميعا على قلب رجل واحد. هذه الحجة البالغة. فربنا سبحانه وتعالى استدل بسؤال الكافر على الاختيار، لان الملائكة ما عملتش كده. الملائكة عملت كده؟ طب مين اللي قال لو شاء الله ما اشركنا؟ المشرك. المشرك هو اللي بيتحجج بالايه؟ بالجبر. فهمت ازاي؟ وربنا بيقول ان نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت عنكم لا خاضعين. لكن ربنا لم يشأ ان يخضع الناس يكرههم. ربنا لا يريد الاكراه في الدين، لا من قبله سبحانه ولا من قبل الداعية لهذا الدين لغيره. فهو لما قالك لا اكراه في الدين، هو لم يكره خلقه على الدين اصلا، فكيف انت تكره خلقه على ما لم يرد هو اكراههم عليه؟ واضح؟ فهي المسألة واضحة جدا يعني. أما ما تشاءون إلا أن يشاء الله، معناها وما تشاءون إلا أن يشاء الله أن تشاء. فلولا أن خلقك الله على صورة لك مشيئة وإرادة ما كانت لك إرادة ولا مشيئة. فلما خلقك على هذه الهيئة سألك عن مشيئتك وإرادتك. فالحكاية واضحة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله أن تشاءوا، وقد شاء أن تشاءوا، ولذا لابد أن تسأل عما تعمل. لا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ وهم يسألون ليه؟ عشان لهم مشيئة. طب ليه مش هيسأل البهايم؟ مالهمش مشيئة. ليه مش هيسأل الشجر والجماد؟ مالوش مشيئة. هيسأل الثقلين الإنس والجن اللي هم مشيئة وإرادة. فهم؟ شاء أن يخلقهم على هذه الهيئة. فلما خلقهم على هذه الهيئة، وهذه الهيئة فيها نعمة وفيها تشريف، إن جعل لك حرية في الاختيار والإرادة، فكل تشريف يصحبه تكليف. فلما شرفك بهذا هيسألك. فهمت بقى إزاي؟ عشان كده لما بينزع منك هذا التشريف بنزع العقل كالمجنون، المجنون بيفقد التمييز والإرادة، واخد بالك ازاي، والهمة، بيبقى حركاته كلها عشوائية وبلا إرادة وبلا تمييز، يقوم ربنا ما يكلفوش. لو عاش مجنون ومات مجنون من أهل الجنة، يلا مع السلامة. فهمت ازاي؟ ولو زنى وسرق بما مجنون، هو المجنون مكلف. فهم؟ زي الدواب بالأرض كده. لكن لما ربنا أنعم عليك بنعمة العقل، وأنعم عليك فوق العقل بالرسل، وأنعم على الرسل بالوحي، وصار الوحي يسيطر على العقل والعقل يتخير الشهوات فيظهر منها على وفق مراد الله أو يظهر على وفق المعاصي، فأصبحت مكلف بقى. فهمت بقى المسألة؟ فمش عايزين نسأل بقى مجبر ومش بتاع، لأن هذه الأسئلة أسئلة تافهة لمن يقرأ القرآن، إجابتها محسومة وسهلة في آيات عديدة، فما بقاش عندنا إشكال. مش عايزين طول عمرنا نسأل هو الإنسان مجبر ولا مسير يا عم الشيخ، كل ما تروح حفلة ولا مش عارف إيه يسألوا هذا السؤال. دي سؤال تافه وإجابته أوضح مما بدليل أنك أنت بتسأله، يبقى أنت مختار. حد من الملائكة قام لربنا قال له أنا مجبور ولا مختار؟ ليه؟ لأنهم أهل إيمان. أهل إيمان، فأهل الإيمان ما عندهمش هذه الإشكاليات. فهنا بيقول لك إيه؟ قوله عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة. فاحنا قلنا وفي دليل لمن يقول ان الكافر ليس مخاطبا بفروع الشريعة، يعني من حيث الاداء في الدنيا، لانه غير صالح للنية، لانه مخاطب بالاسلام اولا. واضح؟ لكن لو لم يفعلها يعاقب عليها في الاخر.
وفيه دليل على أن اليسار في الناس هي الأغلب. يؤخذ ذلك من كوني عليه السلام أطلق الصدقة على كل مسلم وفيهم ولابد الذي ليس له شيء. وقد استدل بعض العلماء على قلة المساكين بكون المولى جل جلاله لم يفرض الصدقة إلا ربع العشر، ولم يجعله مطلقا إلا في نصاب معلوم، وهي 5 أواقٍ اللي هي 200 درهم، يعني اللي هي حوالي 680 جرام فضة، أو 20 دينار اللي هي 85 جرام ذهب عيار 21 اللي هو النصاب بتاع الزكاة. وما كان العليم الرحيم ليفرض لعباده شيئا لا يكفيهم، وهو يعلم حالهم وعددهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلما علم قلة المساكين وأن ذلك المقدار يكفيهم فرض لهم ما يكفيهم. ولو أن الأغنياء أخرجوا جميعا ما أوجب الله عليه من الزكوات ما احتاج مسكين لأن يسأل أحد. وعشان كده النبي بيقول إيه؟ لا يجوع جائع إلا بتخمة غني، لأن قدر فيها أقوته. وفيه دليل على أن الأحكام تجري على الغالب، يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام عم بالصدقة جميع المسلمين، وفيهم من من ذكرنا من الضعفاء وهم الذين يأخذون الصدقة المأمور به. يبقى الأحكام تجري على الغالب الأعم، وإن كان فيهم بعض الضعفاء يبقى خلاص الضعيف مستثنى. وفي دليل على أن هذه الصدقة اليسير منها يجزئ، يؤخذ ذلك من كونه لم يحد فيها نصابا ولا مقدار، كذلك صدقة التطوع لا ليها نصاب ولا مقدار ولا وقت معلوم ولا جهة للصرف، يعني أي حاجة تمشي، لدرجة أنك لو تصدقت على كافر يمكن ربنا يقبلها منك. يعني افرض واحد كافر قبلك وجعان وانت أكلته، تاخد ثواب في كل كبد رطبة أجر، فهمت؟ في كل كبد رطبة أجر، فما بالك دي إنسان مكرم. كونه كافر دي مسألة تانية، لكن ما زال بني آدم مكرم، لقد كرمنا بني آدم، وبني آدم منهم كافر ومنهم مؤمن، فالكل مكرم. يكفي الكافر أنه جعله الله محلا لإظهار نقمته، يبقى هو مكرم مش مهمل. ولما يبقى مش مكرم يبقى مهمل، ده ربنا جعله محلا لإظهار عقوبته. لو الكافر فهم هذا المعنى لا يؤمن، لكن لأنه محجوب عن هذا المعنى بيفضل كافر. وعشان كده كافر يعني محجوب، جاي من كفر يعني محجوب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي دليل على أن الصدقة اليسير منها يجزئ، يؤخذ ذلك من كونه لم يجد فيها نصابا ولا مقدارا، لم يحد فيها نصابا ولا مقدارا مثل ما فعل في الفرض. وهذا أيضا من الأدلة على أنها ليست بواجبة، لأن على كل مسلم صدقة، النبي ما بينش مقدارها ولا حدها ولا مصرفها، فدل على أن ده من جنس الصدقة الإيه؟ النافلة وليست الواجبة. وقوله فقالوا يا نبي الله، فمن لم يجد يا نبي الله قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، فيه دليل على مراجعة العالم في تفسير المجمل. لما النبي يقول كلام مجمل على كل مسلم صدقة، كلام مجمل في تفاصيل كتيرة، فيروح سألوه قالوا بس مش كل مسلم يا رسول الله بيبقى عنده مال زايد يعرف يتصدق فيه، فهمنا بقى ازاي يبقى على كل مسلم وكل دي للعموم. يبقى يريد أن يبينوا ما أجمل في كلام النبي، فهمت بقى؟ فالمجمل اللي هو يحتاج لتفسير، والمبين هو الذي يفسر ما احتاج لتفسير، فهمت؟ علشان كده هي بيقولك إيه؟ فيه دليل على مراجعة العالم في تفسير المجمل وتخصيص العام، يؤخذ ذلك من قولهم فمن لم يجد. وفيه دليل على مال الصحابة من الفضل علينا كما ذكرناه أولا، لأنهم تلقوا الأحكام بالخطاب يعني بالمشافهة. الصحابة أكبر إكرام ليهم إن هم شافوه النبي وشافوه وبقوا يسألوه هو يرد عليهم ويعيشوا معاه ويأكلوا معاه ويصلوا خلفه ويتلقوا القرآن من فمه الشريف بصوته الجميل، فما فيش بعد كده إكرام لهم. إحنا يا دوب وصلنا بوسائط عدة، لكن هم خدوه مباشرة، فهم أعلى الناس إسنادا.
لأنهم تلقوا الأحكام بالخطاب وسألوا في مثل هذا وغيره حتى بنت الأمور ووضح الحكم. وفيه دليل على فضل التكسب، لكن إذا كان على لسان العلم. فضل التكسب يعني على لسان العلم، يعني على وفق الشرع، يعني تكسب من باب حلال، مش تكسبه خلاص من أي حتة. اللي يقول لك تكسبه العبه، مش المصريين العوام يقولوا كده اللي تكسبه العبه، لا، اللي تكسبه من الشرع يكون على لسان العلم من الطريق المباح. مش هتاجر في المخدرات واقول اللي تكسبه العبه، ما اعملش مثلا شغل غير مباح واغش في تجارتي علشان ازود الربح، واغش في الميزان واطفف علشان ايه اكسب اكتر، وابيع البضاعة الغير اصلية على انها اصلية بالسعر بتاعها واقولك اللي تكسبه العب، لان ده يبقى رزق حرام. او ابيع خمرة ويتاجر، لان تجارة الخمرة رايجة اليومين دول، فيتاجر تجارة البانجو اليوم دي تجارة خارج رايجة، يلا يتاجر في البانجو. الحشيش ما ينفعش المسلم يعملش كده. عشان كده بقولك لابد من التكسب على لسان العلم، يعني على وفق الشرع، لابد يقبل باب حلال من باب حلال، لان الله طيب لا يقبل الا ايه، الا طيب. بس هي دي المسألة كلها. وفيه دليل على فضل التكسب، لكن اذا كان على لسان العلم، يعني على مقتضى الشرع، يعني لان الغاية لا تبرر الوسيلة. انا غايتي اكسب، ما ينفعش باي وسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، بل لابد ان تكون الوسيلة مباحة والغاية شريفة. إنما الميكافيلية، ميكافيلي ده في أوروبا فيلسوف نمساوي طلع كده مبدأ فلسفي، قال لك الغاية تبرر الوسيلة، وتبناه كثير من الغرب وكثير من جهلة المسلمين بما فيهم الجماعات الإسلام السياسي، عندهم الغاية تبرر الوسيلة. يعني علشان مثلا يرجع للحكم ما فيش مانع أنه يؤذي الناس في الشوارع ويصلي في الشارع وينام هو ومرته في الشارع، وده كله حرام، وانه يتبول ويتغوط في الشارع وده كله حرام، وانه يستعمل النور العمومي وياخد منه سلك ينور بيه الخيمه اللي قاعد فيها في الشارع في ارض مش بتاعته في طريق المطروق، كل ده من اجل ايه؟ من اجل يحقق الشرعيه بطريقه غير شرعيه. يبقى الغايه تبرر الوسيله، يبقى ميكافيليه، شغل مش مسلمين، ده شغل جهله مش على لسان العلم. ايذاء الجار حرام من الكبائر، وقطع الطريق حرام من الكبائر، وإلقاء الأذى في الطريق حرام من الكبائر، واستعمال الماء العمومي للوضوء وللغسل والغير ذلك حرام من الكبائر. تبقى حنفية معمولة للجنينة، يقوم يستعملها هو يشرب منها ويتوضى منها، ما ينفعش، دي مية للجنينة. عايز تتوضى روح حنفية المسجد، لأن دي ليها عداد ودي ليها عداد. عمل حنفية معمولة سبيل للشرب، ما ينفعش اروح اتوضى منها لان دي للشرب، فلو اتوضيت منها يبقى ده ماء مغصوب، لان الغاية لا تبرر الوسيلة. المسلم لا يضع اذى في الطريق، بل يميت الاذى عن الطريق، وهم يضعون الاذى في الطريق، كل ده من اجل ايه؟ تحقيق الشرعية بطريقة غير شرعية. في حين ان كمان الشرعية اللي بيتكلموا عليها دي شرعية غربية وليست شرعية اسلامية، وهي الصندوق الديمقراطية وكلام، فما بالك. وعلشان كده شفت بقى ان هم يعني ايه عندهم الميكافيلية دي انتشرت في ناس كثيرين، يقولك انا اتعاقد مع الشيطان من اجل مصلحة بلدي، كان بتتقال كده على ألسنة بعض الزعماء زي كمال اتاتورك قالها في تركيا. لا يعني احنا بنتكلم على مسلمين، ان تبنوها تشرشل ده كافر يقول اللي يقول، ما هو مش مخاطب بقى، احنا بنتكلم على اللي هم مخاطبين بفروع الشريعه. كمال اتاتورك قالها في تركيا، وانور السادات مره قالها ايضا، دليل ان ثقافه صارت سايره وايه ومنتشره في الناس دون ان يشعروا. الميكافيليه اللي هي ايه؟ ان الغايه تبرر الوسيله. لا، المسلمين لا، لازم تبقى الغاية شريفة والوسيلة مباحة شرعا. واضح؟ زي اللي بيتاجر في المخدرات وبعدين لما يكسب كده يبني جامع ما شاء الله.
يبقى راجل خير بيبني جامع ويعمل دار ايتام، ايه الحلاوه دي، ويعمل مستشفى لعلاج المرضى بالمجاني، بس كل ده من اموال مخدرات. فهمت ازاي؟ اهو دي ما تنفعش عند المسلمين، مع ان كل الغايات اللي عملها دي غايات شريفه، بس اتعملت ايه؟ بوسائل حرام. فالله طيب لا يقبل الا طيبه، فعندنا ما ينفعش. ادهم الشرقاوي اللي كان يسرق ويدي للفقراء، دي مكافليه، الغايه لا تبرر الوسيله. علي بابا والاربعين حرام، يخش في المغاره بتاعه الحراميه وياخد على قدر حاجاتي ما شاء الله قنوع. لكن قاسم اخوه ده ايه؟ ده طماع، خد فوق حاجته، والاثنين بياخدوا من المال مسروق، فالاثنين غلط. فهمت ازاي؟ حرامي قنوع وحرامي طماع، طب ما الاثنين حراميه ما ينفعوش. فهمت بقى؟ حتى في الفولكلور دخل المكافليه في الفولكلور اللي بتتربى الناس عليه ووجدان الناس يتربوا عليه. فهمت؟ تجيب لك رقاصه بترقص في الكباريه وبتفتح ازايز خمر مع الرجاله علشان امها عيانه عايزه تعمل لها العمليه من اجل بر الام، تقوم ايه؟ تبيح لنفسها انها تتكسب من اي جهه، وافلام كتيره بهذه الصوره، كلنا شفنا افلام كتيره من النوع ده. فهمت بقى ان المكافليه صاغت وجدانيات اجيال بحيث ان الغايه تبرر الوسيله. لا، الاسلام بيقول لك مش كده. عشان كده ابو جمره قبل ما مكافلي يتولد بيقول لك لابد التكسب يكون على لسان العلم، ما كانش لسه مكافلي يتولد، لازم التكسب يكون على لسان ايه؟ لسان العلم يا استاذ. فاحنا ما عندناش حاجه اسمها الغايه تبرر الوسيله، بل الغايه لابد ان تكون شريفه، والوسيله لابد ان تكون مباحه. وفيه دليل على جواز الصناعات على الإطلاق لعموم قولي عليه السلام يعمل بيده ولم يخص عملا دون غيره. قال يعمل بيده يعني صنع، كونه يعمل بيده يبقى الشغل باليد دي والأجر عليه جائز الشرع. أروح أصلح حاجة، أصنع حاجة وبيعها، أشتغل جراح لأن دي صنعة إيد برضو الجراحة دي، واخد بالك إزاي؟ كل ده له أن يأخذ أجر صنعته، يشتغل بناء، يشتغل مثلا نقاش، يشتغل ميكانيكي يصلح بعض المواتير، يشتغل سباك يعمل شوية حنفيات ومواسير، يعبد بعض الطرق، أي صنعة من الصناعات بقى كلها شريفة طالما هتفيد الناس. بس المطلوب عند الصنعة أن تتقنها، عشان إتقان الصنعة عبادة داخل الصنعة، يبقى الصنعة في حد ذاتها عبادة، وعبادة العبادة هي الإتقان، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وفيه دليل على جواز الصناعات على الإطلاق لعموم قوله عليه السلام يعمل بيده ولم يخص عمل دون غيره. وفيه دليل على تقديم ضرورة الشخص على الصدقة، يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام فينفع نفسه ويتصدق، يعني الأول تنفع نفسك، الأول تكف نفسك عن سؤال الناس، بعد ما تكف نفسك عن سؤال الناس ما زاد تتصدق. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، الآية بتقول كده، العفو اللي هو إيه؟ الزائد عن الضروريات المتعلقة بالنفس وبالعيال. عشان كده المصريين يقول لك اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، لأن بمقتضى هذه الآية، والعيال الجهلة المكافلية يعملها خطبة جمعة إن دي غلط. يعني أنا شفت عيال وهابية عملوا خطبة جمعة إن كلمة اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع هذا خطأ، صح ولا لا؟ في حين ان غلط، ده نص القرآن، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما زاد عن حاجة البيت وحاجة نفسك هو الذي تتصدق به، فإن كنت أنت محتاج فلا تعطي للمسجد، فهم؟ ولا لأي وجه من وجوه الخير، عشان تعرف جهل الجهلة، وأن كثير من الرويبضات اعتلوا المنابر وصالوا خطباء فتنة، فربنا ينجينا، لأن من ضمن زمن الفتنة انتشار خطباء الفتنة. ما احنا قلنا بقى مين اللي زي أبو بكر؟ مين بقى اللي زي أبو بكر في الإيثار والصبر؟ لا يوجد. ما هو الآية هو
هقول لك الآية تقول لي أبو بكر، بقول لك الآية بتقول يسألونك ماذا ينفقون يا رسول الله، أقول لهم إيه كلام الله، قل العفو. قال العفو أي الزائد عن الاحتياج، البيت والنفق، واخد بالك؟ بس خلاص. أبو بكر ليه حالة استثنائية لا يتكرر في العصر، في أي عصر، لأن ده كان رفيق للنبي وانقضى العصر ومات أبو بكر وانتهى النبي، خلاص ما بقاش معانا، النبي دخل قبره وفي حياة برزخية أخرى، يبقى ما أقدرش بقى نتمثل حد. أنا كل مالي وقعد أشحد حدي لمين؟ لو رسول الله أدي له نفسي، مش مالي بس، ده أنا نفسي أديها له، لكن أنا حديها لمين؟ حديها للجماعة بتوع خطباء الفتنة أمشي وراهم؟ هديها لمين؟ الوقت الأمانة رفعت، هتدي له كل مالك، هياخده هو يتنعم بيه ويتجوز اتنين وتلاتة ويسيبك انت مش عارف تتجوز واحدة بس، مش ده اللي هيحصل؟ لكن النبي كان بياخد ينفق على الكل، حاجة تانية، حاجة تانية. هاتلي بقى أبو بكر وهاتلي النبي علشان نتأسى من أين؟ فلازم نفهم الشرع الشريف بطريقة منضبطة ونسيبنا من الكلام الغير منضبط. ولسه الحديث اللي فات اتكلمنا ان الا ان يكون مثل ابي بكر الصديق الذي اعطى، فين ابو بكر وفين رسول الله عشان ابقى زي ابو بكر؟ ودي الواحد زي رسول الله فين؟ فين؟ يبقى معناه ان المثال ده للتعجيز، يعني ما يتكررش. حادثة حال لا يقاس عليها، سميها العلماء حادثة حال لا يقاس عليها فلا يؤخذ منها احكام. نروح راجعين للآية، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ادي الكلام، ادي الاحكام تؤخذ من هنا بقى، فهمت؟ فلا اخذ الاحكام من حادثة حال، لازم يبقى مخك مرتب. وفي دليل على تقديم ضرورة الشخص على الصدقة يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام فينفع نفسه ويتصدق، فإنه أتى إثر عمل اليد بنفع النفس، وأتى به بالفاء التي تعطي التسبيب والتعقيب، وحينئذ عطف عليه الصدقة، وهم ما كان سؤالهم إلا على الصدقة. وفيه إذا نظرت إشارة عجيبة، لأنه لو قال يعمل ويتصدق لكان الشخص يقول أعمل فيما أتصدق به وأبقى أنا على ما يفتح الله لي. شوف الرسول، خد بالك الرسول بيقول إيه، يعمل فينفع نفسه ويتصدق، ما قالش يعمل فيتصدق، لأن ممكن ولو قال النبي كده ممكن تقول آه يبقى أنا أسر على نفسي بقى وأدي للناس وأقعد أنا جعان وأشحت أنا بقى، يبقى أنا بشتغل اللي أكسبه وتصدق به وأروح أنا أشحت. النبي يقول لك لا، ما ينفعش كده، ده أنت تعمل، وأولى الناس للصدقة أنك تتصدق على نفسك، فهي صدقتك على نفسك واجبة، وصدقتك على عيالك واجبة، وصدقتك على خارج هذا النطاق مستحبة، فلا تنشغل بالمستحب عن الواجب. فهمت بقى المسألة؟ وتبقى في أولويات، فين الفقه الإسلامي؟ عشان كده بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ. ادي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش الرسول بيقول ايه، حتى اللقمه تضعها في امرأتك لك صدقه، في امرأتك، نفقتك على عيالك واجبه، يبقى الجنيه اللي بتنفقه على اولادك بسبعين جنيه صدقه، لان الفرق بين الواجب والصدقه والتطوع ايه، سبعين درجه. يعني اللي انا بنفقه في البيت ثوابه أكتر من اللي هنفقه في الجامعة. فهمت؟ أما أجيب كسوة لعيالي وأجيب كسوة لمراتي وأجيب لهم أكل يأكلوه وأجيب لهم أساس يناموا عليه ويتغطوا بيه، وما زاد أحطه في الجامعة. اللي حطيته في البيت الحاجات دي الجنيه فيها بسبعين، طب واللي في الجامعة الجنيه بعشر. شفت بقى؟ فلازم نفهم كده، نفهم الأولويات. هو ربنا ليه سمى نفسه المقدم والمؤخر؟ لتقدم ما قدمه وتؤخر ما أخره، فلابد أن تقدم ما قدمه الله وتؤخر ما أخره الله، يسموه فقه الأولويات. العلماء المعاصرين يقول لك إيه فقه الأولويات، والصوفية يقول لك إيه عبادة الوقت، والصوفية اللي أدق منهم يقول لك عبادة النفس كمان، لأن الوقت عبارة عن أنفاس.
فقال لك لما طول الوقت كده يبقى توحيد كتير قوي، لا ده احنا عايزين بقى عبادة النفس. فهمت بقى؟ وهكذا المعنى كل واحد. فيا رب نفهم، ويا رب بعد ما نفهم نعمل، ويا رب بعد ما نعمل نخلص أثناء العمل، ويا رب بعد ذلك كله تقبل منا وتوفقنا لذلك وتديم علينا هذه النعمة. وفيه إذا نظرت إشارة عجيبة، لأنه لو قال يعمل ويتصدق لكان الشخص يقول أعمل فيما أتصدق به وأبقى أنا على ما يفتح الله لي، فأشار هنا بتقديم الانتفاع له، لأنه من أكبر الصدقات أن يزيل حكمه عن غيره. يعني ما يبقاش عالي على الغير، كون إن أنا أشيل نفسي عن الغير وما يبقاش عالي على المجتمع، دي في حد ذاتها إنجاز، ربنا يثيبك عليه. أن يزيل حكمه عن غيره ويبدأ بالذي هو أهم، وبعده يتصدق. بعد ده كله يتصدق، جاله أموال وعليه ديون للناس، يسدد ديونه، عليه ديون للناس ويروح يتصدق. أداء الدين واجب والصدقة مستحبة، أدي دينك وبنتصدق، وهكذا. يبقى كل حاجة أولويات، ذهن المسلم مرتب. فهمتني إزاي؟ إذا في ناس مثلا يعمل عمرة رمضان كل سنة وتسأله أنت حجيت؟ يقول لك ما حجيتش. ما أنت لو وفرت عمرة رمضان 3 سنين هتجيب 8 حجة. ما تسافرش 3-4 سنين عمرة رمضان وجمع تمنها، هتلاقي نفسك حجيت الفريضة. صح ولا لأ؟ لكن جهل منه قاعد يعمل السنة ويكررها ويترك فريضة كان يمكن ان هو يؤديها مكان هذه السنة. كل ده بسبب ايه؟ بسبب ان الامخاخ الان مش مترتبة على وفق الشرع الشريف. مخ الناس الوقت مترتب على وفق العواطف اكتر من ما هي على وفق الشرع. يقولك اصل انا ما استحملش يجي علي رمضان الا وابقى هناك في الحرم. ما شاء الله، ما انت لو تشوف الزباري بتاعهم وتشوف التمر بتاعهم والقعدة الجميلة هناك وزمزم والدعاء ومش عارف ايه، مستحملش. يبقى انت رايح بقى علشان بقى ايه؟ هوى نفسك. لا، المفروض انك انت تشوف تقدم المهم على الاهم، في فرائض وفي واجبات وفي رواتب سنن وفي مندوبات وفي اولى وفي مباح وفي خلاف الاولى وفي مكروه وفي حرام صغائر وفي حرام كبائر. شوف كم درجات. ابتدي بقى اشتغل انا في هذه الدائرة واعرف اقدم الامور، اقدم اللي قدمه الله واخر اللي اخره الله. وكونه عليه السلام قال ينفع نفسه لفظ جامع لجميع ما هو محتاج اليه من ضرورات نفسي وعيالي او سكني او غير ذلك مما اليه حاجة البشرية، الا انه بقيد الشريعة. يعني مش ينفع نفسه يجيب دخان، ينفع نفسه يجيب راس ترامادول عشان يظبط دماغه، او يجيب خمرة علشان يفرفش. لا، ينفع نفسه برضو بمقتضى الشريعة، ما يصرفوش في المحرمات، ما يقعدش على القهوة ويشرب شيشة. فهمت؟ ما ينفعش يقولك ما انا بنفع نفسي وياخد نفس كده، يقولك مش بنفع نفسي. ما ينفعش كده يا استاذ، يا استاذ على وفق الشريعة يا استاذ. يبقى الكسب طريقه على الشريعة والنفقة على وفق الشريعة أيضا، لأنك هتسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فهمت؟ شفت الكلام الشرع الشريف جميل إزاي؟ يوم يخلي الإنسان المسلم ماشي على نور في حياته، عارف إيه اللي يعمله إيه اللي ما يعملوش، وإيه اللي أخره إيه اللي ما يأخروش، وإيه اللي يقدمه إيه اللي، عارف كل حاجة. عالم، تبقى ماشي عالم كده، منور الطريق قدامك، منور شايف كل حاجة. إنما التاني متخبط، كل من واحد يقول له حاجة يعمل حاجة، يسمع الشيخ ده يقول حاجة يعمل حاجة، فقاعد بيتلخبط. ويا ريت تسمع الشيخ عالم ده رويبضة من الرويبضات، فتوهه ونيمه في الشوارع ومرمطه وملى أنفه غازات مسيلة للدموع وخلاه ينام وفي حضنه المولوتوف علشان يقول له احمي نفسك، وهيعملوا بكرة مليونية
بعد صلاة التراويح في ليلة القدر عشان يدعو على المخالفين. طب المخالفين دول مسلمين من أمة النبي. فشفت الأوهام اللي احنا عايشين فيها. وكل ده ليه؟ لأن اليهود والأمريكان دخلوا بين الأخ وأخيه ففرقوا الأخ من أخيه وعملوا لنا العداوة بيننا احنا. أمريكا عاملة زي الشيطان، تسول للمعارض وتسول للمؤيد، عاملة زي الشيطان الرجيم، فهمت؟ فتشجع ده وتديله أمل إن هي معاه، وفي نفس الوقت بتبص بالعين التانية للمعارض وتديله أمل إنه معاه، تقوم تقوي الأخ على أخوه. فاعرف دي كويس، اعرف دي كويس. فوق بقى، فوق بقى، يا أيها المؤيد ويا أيها المعارض، أنتوا أخين ودخل بينكم الشيطان. فوق بتدعي على مين؟ تدعي على أخوك. بدل ما تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، تقول اللهم هد كل من خالفني. ازاي؟ امال فين المسامحة؟ فربنا ينور بصائرنا. ينفع نفسه لفظ جامع، خلاص يبقى كل حاجات البشرية الا انه ايه؟ بقيد الشريعة. يبقى حينفقها على نفسه زي وعياله بس بقيود الشريعة، يعني بلا اسراف وبلا تبذير. الإسراف أي النفقة الزائدة في المباح، والتبذير النفقة ولو قليلة في الحرام. يبقى الإسراف حرام والتبذير حرام. الإسراف حرام يدور بين الصغيرة والكبيرة، أما التبذير فكبيرة قولا واحد. والفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف يكون في المباح، أن تصرف فلوسك وتنفقها في المباح بس أزيد عن الحاجة. يعني انت عايش انت واولادك ومراتك، يكفيكوا كيلو لحمه الطبيخ بتاعك، تخليها تطبخ 10 كيلو لحم وتقول لها ما تصدقيش كمان بالزياده، وبعدين ايه ما تحطهوش في الثلاجه والاكل يحمد وترميه. ده اسراف. فهمت بقى ازاي؟ مع انه جايب لحمه واللحمه حلال، وبس جاب اكتر من الضروره بزياده عن اللزوم فاضاع ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم إضاعة المال وكثرة السؤال والقيل والقال. أمال التبذير؟ التبذير إن ينفق ولو قليل من المال في وجه محرم، ولو يجيب علبة سجاير. يبقى علبة السجاير ده تبذير. فهمت بقى إزاي؟ ليه؟ لأن السجاير حرام. يبقى أي نفقة في الحرام ولو قليلة تبذير وهي من الكبائر، وأي نفقة أزيد من الحاجة في المباح إسراف. وعلى حسب درجة الإسراف ينتقل من الصغيرة إلى الكبيرة حتى يصل لدرجة يسموها السفه، اللي فيها الشرع الشريف يحمي المسلم من نفسه فيحجر عليه. يجي حاجة اسمها الحجر بقى، حجر السفه، يقوم الشرع الشريف عشان يحميه من نفسه. فهمت بقى إزاي؟ علشان كده قال لك ايه؟ الا انه بقيد الشريعة، فان هذا اصل في كل الامور. ونقف على قوله قالوا فمن لم يجد، غدا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.